كمان للترجي الرياضي التونسي، حظ اوفر للنادي الافريقي. الحمد لله المباراه باش تنتهي في اطار الروح الرياضيه، 5 ثواني على نهايه المباراه، مشتوفه ب7 امتار بعد اخر تسديده باش يسددها محمد علي بحار. يعني اما تنتهي 26-24 او 26-23، عطاو شاهدوا لحد الهين. يسجل اذا محمد علي بحار هدف تسجيل الفارق 26-24 ونهايه المباراه بانتصار الترجي الرياضي التونسي. مبروك للترجي، مبروك لهذا الجمهور اللي حضر في قاعه الزواوي. ان شاء الله حظ اوفر للنادي الافريقي، ان شاء الله كل المباريات نجموا نشاهدوها بحضور الجمهور وقت اللي يلتزم الجمهور ويشجع كما شفنا الجمهور هنا بكل روح رياضيه. اكيد باش تنتظروا الاستجوابات مع زميلتي هدي لمزو. طبعا اللاعبين قاعدين فرحانين بالانتصار، لكن اكيد هاو مع زميلنا او زملائنا قاعدين يحاولوا. باسم السبكي معاك هدي المدرب اللي عرف كيفاش يفتك المباراه منذ بدايه الشوط الثاني. المباراه صعيبه برشا في الشوط الاول، ايضا شوط